يحيى، أنا كنت عايز أسألك عن حاجة كده. هي حاجة غريبة شوية. الحاجة دي هتضايقني؟ معرفش، بس أنا يعني لاحظت إن إحنا عمرنا ما اتكلمنا فيها قبل كده. عمرنا ما اتكلمنا فيها قبل كده. ماشي، قولي. أنت عرفت ستات غيري قبل كده؟ نعم. ايه ده، واحنا مخطوبين ولا ايه؟ ايه السؤال ده؟ لا فهمني بس، يعني انا عايز اعرف، يعني انت بتعرف تفهم في الستات وتحسهم يعني، يعني كده يعني كلمني، يعني كلمني شويه. صدق ان انا اول مره اخد بالي ان احنا عمرنا ما اتكلمنا في المواضيع دي خالص. بس انا عاوزك انت بقى اللي تجاوبي على نفسك. انت تفتكري ايه؟ افتكر ان انت بتفهم في الستات كويس قوي وبتعرف تتعامل معاهم، بس لما بتبقى غزلتك ريله، غير كده بقى بتبقى متعصب ومش طايق نفسك، واللي يشوفك وانت بتعاملني ساعتها هيقول انك عمرك ما بتفهم في الستات. جوز خالتك ما كانش مديني اي مساحه من حياتي غير للشغل وبس، طول الوقت شغل شغل شغل، ما كنتش عارف اعيش حياتي، ما كنتش عارف اعيش سني زي اي حد، ما كنتش ليا وقت ان انا اتعرف على دي ولا اجرب مع دي، حتى لما فكرت اتجوز ما رضيتش اغامر، اخترت واحده انا عارفها كويس قوي، عارف كل حاجة عنها، مربيها بمعنى أصح. إنتي، وكوني بقى إن أنا بعرف أفهمك وأفهم دماغك وأعرف أتعامل معاكي كويس، ده مش عشان أنا كنت بورم ولا فلاتي قبل ما أتجوزك، لأ، ده إحساس، وأنا طول عمري متعود إني اللي أحس بيه بيطلع على طول. ربنا يعلي احساسك اكتر واكتر يا حبيبي. الله يا دي مراد، بحب الشارع ده قوي. يا بخته،
لو النبي سبلي سبل ما بلاش انا طيب، ولا فاكرني اداب قسم فلسفه؟ لا يا اخويا فكت لك الضفاير. هو ايه اللي انت بتقوليه ده يا كيتي؟ الله، فلسفه ايه واداب ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ولا مرات انت مش رحت الاميره وقعدت تسبل لها وتقول لها بحبك؟ يا بنت المجنونه، مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ ها قلت لك حن عليها، اعطف عليها بكلمتين عشان تبطل الغل اللي جواها وتخف عليا شويه. يا سلام، يعني انت عايزاني اشغلها عشان تتفرس لما تشوفك معايا، صح؟ ايه يا اخويا المحن ده؟ انت عايز ايه؟ بص يا كيتي، انا مش هاخد معاكي لا حق ولا بطل. اسره، انت عايزه ايه بالظبط؟ انا اللي مش فاهمه انت عايز ايه، ولحد دلوقتي يا اخويا عايمه على عومك. وانا عايزه بلبط معاكي في الحلال، وعايزك تقولي اه بس، وانا اروح اجيب اهلي من البلد ونخطبك. تخطبني؟ وهتتقدم لي فين بقى؟ في شقه الابله منال ولا في شقه الدكتوره نعمه؟ ولا اقول لك ما تروح تخطبني من الملجا؟ عندي حل تاني، ايه رايك تتقدم لمسارينا؟ اهي برضك كانت بتعطف عليا في وقت كده. بقول لك ايه والنبي يا كيتي، الموضوع ده مش حمل تريقه. انا بحبك بجد. ماشي، قدر بقى ان انا قلت لك موافقه اتجوزك. هتعمل ايه؟ هتروح تقول لاهلك عايز اتجوز واحده تربيب ملاجئ؟ اكيد هيفهموا اكيد، ولو ما فهموش هنحاول احنا مع بعض. ماشي، يبقى لغايه بقى ما انت تفهمهم وتحاول انت وانا ماليش دعوه وتحل عن نافوخي، انا مش مربوطه بحاجه يا حبيبي، ولا اديتك كلمه ولا اديتك وعد، روح بقى اتفاهم انت مع نفسك، انا ماليش مالكه. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الأستاذ مجدي سعيد؟ أيوه. طيب تفضل. إيه ده؟ ده حضرتك محضر من المحكمة. محكمة؟ محضر إيه ده؟ لا والله يا فندم ما أعرفش، بس حضرتك ممكن تمضي لي هنا وبعد كده تبقى تقرأ براحتك. أمضي فين؟ تفضل حضرتك. شكراً. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خدام السيدة. دعوة مقدمة من السيدة حلا بالمدو مجدي سعيد، حضوري إلى الجلسة في الموعد المحدد. يا بنتي الكلب، يا مسارينا شوفي المايه عندك كده، ارجع لقديمه ياض، اوعى تنسى نفسك. كيتي كده تغيبي وترجعي بمقلب، مش احسن ما ابقى رخمه زيك؟ يلا يا سريع عشان نفطر. ايه ده كيتي بنت حلال، تعالي افطري معانا يلا. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا خالتي؟ يلا افطري عشان نلحق ننزل. ومين قال لك ان انا هنزل معاك اصلا؟ والنبي بتفكريني من نفسي وانا صغيره. ليه يا خالتي؟ وانت كنت نجم ولا ايه؟ طبعا ده انا كنت نجمه نجوم الحته. ياما ما تخرجيش اسرارنا قدام الناس الغرب. يلا بسم الله. يحيى يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا عم عثمان. هو انت وشك بيضحك كده على طول؟ كل ما ابص في وشك اتخيل ان الدنيا جميله قوي. سيبك من لسانك الحلو ده وقول لي ايه اللي نيمك هنا. كالعاده تهت وجيت نمت هنا. تهت ايه بس؟ وايه اللي تهويك؟ عشان ما افتكرش المأساة اللي انا عايش فيها. مأساة؟ يبقى زعلان مع مراتك. نسمة، نسمة دي اجمل حاجة في حياتي، دي هي اللي مصلحاني على الدنيا اصلا. سيبك من الدنيا، خلي الدنيا في حالها واحنا في حالنا.
الكلام ده لو بنتكلم على واحد صاحبي ولا واحد جاري، لكن دول ابويا وامي يا عم عثمان. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم يا رب. حتى لو ابوك وامك كفار ما لهمش غير المعامله الحسنه. المشكله مش في المعامله، المشكله في قلبي ده من جوه. ما بحبهمش يا عم عثمان، مش طايقهم، مش حاسس ان هم اهلي اصلا، بكرههم. ما تقولش كده يا ابني. المشكله ان انا بقالي سنين كاتم في قلبي ومش عاوز اقول، بس خلاص مش قادر، مش قادر، لازم اطلع اللي جوايا. الناس دي مالهمش فيا ولا انا ليا فيهم، مش حاسسهم. ايه ده بس يا ابني؟ ما هم لو عملوا حاجه. يا عم عثمان المشكله مش في العمايل، المشكله مش في العمايل ولا في الشغل ولا في الفلوس. المشكله ان انا ما بقتش قادر اداري اكتر من كده. بكرهه. عمرك شفت ابن بيكره ابوه؟ لا اله الا الله. انا بقى لا اله الا الله. ادعي لي يا عم عثمان، ادعي لي ارجوك. يا رب خد بايده يا رب. بقول لك ايه؟ روحي انت اقعدي على اي كافيتيريا لحد ما اخلص محاضرات واجيلك. ايه يا عم سارينا يا عم؟ عايزه اخش معاك. هو العيال جوه دي احسن مني في ايه؟ طب والله العظيم البنات اللي جوه دول انا احلى منهم. خلاص تعالي معايا، بس لو حصل اي حاجه هتقعدي في الكافيتيريا. قشطه. يلا بينا. معاك ايه يا استاذ سارينا؟ اه شكلها لبسنا كده. انت بتفتشني انا بس ولا الناس كلها؟ انت بس. وهتقلعني هدومي بقى ولا ادخل؟ الجزمه. الحاجات دي بتاعتي انا، هو ملوش دعوه. مالكيش دعوه انت، غوري من هنا. بقول لك ايه، كلمي لي محامي او كلمي يحيى بيه، خليه هو يتصرف. الله يخرب بيت امك يا سريع. يوه، ما ترد بقى يا اخويا انت التاني. لو ما بيردش احنا برضه في الخدمه. ما بلاش. بلاش ايه؟ بلاش اديك باللي في رجلي. عارف يا اخويا انا قعدت جنبك ليه؟ ليه؟ عشان ما تقعدش تبص عليا في المرايه دهين وتعمل بينا حادثه، فقلت اقعد جنبك يمكن تخاف وتختشي على دمك. واقسم بالله لو ما لميت نفسك لاكون زقك برجلي بره التاكسي بتاعك ده. هو روح عندي للمدام وقول لها في ناس عايزه تقابلها. في واحدة عايزة هي باردة. واحدة؟ اوكي. في ايه؟ المزمزال دي جاية على البوابة وعمالة تزعق وعامله مشاكل وعايزه تقابل يحيى بيه. قلت لها مش قاعد، مش مصدقه، فقلت اجيبها لحضرتك وانت تصرفي. طب روح انت. السلام عليكم. صباح القشطه يا عسل. عسل؟ عايزين يحيى بيه. لا يحيى مش موجود. ماشي يا ست الكل بالاسم. تعالي هنا، هو ايه اللي بالاسم؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ قولي لي انا مراته. يا ستي على راسنا من فوق، ما اعترضناش، بس احنا عايزينه في حاجه خاصه، اعراض ناس وما ينفعش قدام حد غريب. هو ايه اللي اثار ناس واعراض وحاجه؟ ما تتكلمي عادل، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاه يجي لمؤاخذه الاسم يضمن واحد حبيبه. واحد حبيبه في الاسم؟ ده مين بقى ان شاء الله؟ سارينا. سارينا قلتي لي بقى. طب امشي بقى وغوري من وشي، ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني، وخلي سارينا ده يشرب من اللي بيشربه للناس شويه. جرايه ولا ايه؟ انت بتتكلمي ايه كده يا عيال؟ انت جدعانه امشي. دي ناس تعرفها يا يحيى؟ أنا مش قادرة أصدق. ألو، أيوة يا يحيى، سارينا حبيبك ممسوك في الاسم وبعت لك واحدة علشان تروح تضمنه.
هي حصلت يا يحيى؟ حصلت ان الاشكال دي تيجي هنا البيت؟ اوكي، بس انا بقى طردتها وبعد اذنك مش عايزه اشوف حد من الاشكال دي هنا. ماشي يا يحيى. حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا نانايا، يا حبيبي يا سرينا، يا حبيبي. والنبي اهدي بقى، اهدي والنبي يا ام سرينا، خلينا نعرف نفكر. لازم نقوم له محامي عشان يخش معاه النيابه. هما هيودوه النيابه. امال ايه؟ كده يا سرينا، كده ندوخ امك كده يا سرينا. اهدي اهدي حبيبي يا ابني. اهدي اهدي يخرب بيتك، وادي يحيى بيه كمان ما بيردش. انا هروح له النيابه. النيابه هتروحي لوحدك؟ اه خليك انت. لا والنبي خليك. لا ده ابن عمر، اسيبه ازاي؟ اوعي اوعي اوعي، سيبيني سيبيني، ده ابني، ده ابني يا حبيبي. اسود يا حبيبي يا ابني، جيب العواقب سليمه يا رب، جيب العواقب سليم. سرينا يحيى باشا، ما تخافش، جبت لك محامي معايا. أنا كنت خايف ما تجيش. ليه بقى إن شاء الله؟ برضه الناس ما قامت يا باشا. ليه وأنت كنت فاكراني مش هستجدع معاكم ولا إيه؟ مش القصد يعني، بس لا على فكرة إحنا جدعان قوي، وأجدع من أجدع حد أنت تعرفيه كمان. ربنا يخليك يا باشا. حبيبي. ربنا يجعله خير. مش هننسى وقفتك معانا أنت أبداً يا ابني. العفو يا أمي، أنا ما عملتش حاجة. أما أنا حاسس إن هي مش هتعدي على خير. بعد الشر تفهم بقك يا ابني. وانت ممكن تاخد لك قد ايه؟ مش عارف يعني، تتص لك كام سنه كده مثلا؟ يا لهوي حرام عليك. انا مش فايق لك يا كيتي. ها يا عم بتهزر يا عم، بتحاول تفكك وتروقك شويه، ما فيهاش حاجه دي. ان شاء الله هتخرج النهارده، بس ادعي وقول يا رب. يا رب يا رب. حل السلام وضيف. يا رب. ربنا معاك ان شاء الله يا سارينا، ربنا معاك. ما تقلقيش، ما تقلقيش، ربنا كريم، ربنا كريم. يا رب يا رب، أنا ماليش غيره، ماليش غيره في الدنيا. يا رب. استنى بره يا ابني، اقعد اقعد. اسمك ايه؟ حلمي السيد ابو ضيف. اثبت اسمه سنوله في البطاقه. ترامادول. داخل الجامعه بتعمل ايه بالترامادول ده يا حلمي؟ مالك؟ اصل من سنين يعني يا باشا ما سمعتش اسمي حلمي. مش ده اسمك؟ حضرتك الناس كلها بتقول لي سارينا. وفي الجامعه؟ برضه سارينا. لا من الواضح بقى ان انت اللي فرحان بسارينا. بقى سارينا شبه ترامادول، وحلمي شبه الهندسة. انت اللي اخترت تكون سارينا وتبيع ترامادول وما تبقاش حلمي واشتغل مهندس. احسن حاجة ان حضرتك حكمت عليا من اسم شهرة. ما بالك بقى يا باشا لو كان اسمي غرزة كنت عملت فيه ايه؟ واضح انك ذكي جدا، بس مشكلتك ان انت غرقان في بحر من الكلام الفاضي، مش عارف تشوف الصح. هتضيع نفسك ومستقبلك وعيلتك كلها عشان كلام فاضي. يا باشا انا عايز اقولك. ما تقولش يا باشا، ما تقولش يا باشا. انت عايز تبقى مهندس ولا لا؟ عايز. حضرتك انا جاي في اولى وتانية هندسه جيد، وجاي في تالته جيد جدا، يعني لو دست على نفسي شويه ممكن ابقى معيد او ابقى دكتور. بس هي جت معايا كده. هي ايه اللي جت كده يا باشا؟ مهندس انت متلبس برشان جدول مخدرات، تعرف يعني ايه تتحبس وتبقى مجرم؟ هتخرج تشتغل ايه؟ وطبعا بقى ذكائك هيقول لك المجتمع ظلمني والمجتمع حبسني والمجتمع قتلني. هو كده فعلا يا فندم، احنا عايشين في مجتمع ظالم وفاسد وقاتل. انا اصلا المجتمع مش معترف بيا، مش شايفني، رغم اللي جاي في ايدي وفي قلبي مش شايفني، رغم المفروض ان انا المستقبل اللي بينادوا عليه مش شايفني. يا فندم المجتمع مش شايف غير ترسيم حاجات كله يتلزق في كل وهي ماشيه بالبركه يعني.
أنا شاب يتيم يا باشا، بصرف على أمي، أعمل إيه بقى وأنا عايز أبقى مهندس؟ لو حضرتك ما تعرفش مصاريف هندسة ممكن أقولك على مصاريف اللبس، على مصاريف الأكل. اشتريت موتوسيكل، قعدوا يتريقوا عليا، اتشطرت شوية في الدراسة، قالوا اهو بيتشطر اهو بيتشطر اهو. يعني في الأول وفي الآخر يا باشا مش هتفرق إذا كنت خريج هندسة من واحد معاه دبلوم صنايع. احنا عايشين في مجتمع ظالم، يعني انا بالنسبه لي مسخه. شوف يا حلمي، محدش بيحبس حر ومحدش بيقتل حر. انا مش هقول لك هتشتغل ايه ولا تجيب فلوس منين، انا هقول لك حاجه واحده بس، اللي بيدور على الحلال بيلاقيه، واللي بيدور على المشاكل بيقع فيها. انت اللي هتختار دلوقتي يا باشمهندس، انت اللي هتختار وانا هصدق. لو وعدتني انك هتزورني هنا كمان سنتين وانت مهندس، انا هامر دلوقتي حالا بانك تخرج من النيابه واكنك ما جيتش. اوعدك يا فندم هزورك وانا مهندس. تعرف لو في من حضرتك ولا البلد كلها رجاله ولا ايه؟ رجاله يا فندم، رجاله. طب يلا روح اخد البطاقه بقى يا فندم. اديله بطاقه. رجاله يا فندم. ايه يا حالة؟ مش هتنامي ولا ايه؟ مش جايلي نوم. ليه في ايه؟ عمي وصلت له الدعوة النهاردة، محامي لسه قافل معايا. طيب ما دي حاجة كويسة على فكرة. انت اصلك ما تعرفش عمي ده شكله ايه ولا يقدر يعمل ايه. وحياتك ولا يعمل اي حاجة، الراجل ده اخره المحضر اللي هو عامله ده. يلا تعالي ننام. يلا ألف ألف حمد لله على السلامة يا سارينا. والنبي تتعشى معانا، احنا نضاف قوي ما تخافش، بنغسل كل حاجة بالخل والصابون. تسلم ايدك يا ست الكل، على راسي والله، بس معلش النهاردة أنا متأخر شوية. شكرا يا يحيى باشا على حركة المحامي دي. حبيبي. محامي إيه يا أخويا؟ هو المحامي ده كان عمل حاجة؟ ده حتى ما دخلش لوكيل النيابة. كيتي. ولا المحامي ده أصلا لو كان دخل لوكيل النيابة كان عند وتصق حكم. عموما يا ستي الحمد لله إنها جت سليمة. يبقى خلي بالك المره الجايه. الحمد لله. هو قال له فكرك باسمك يا حلمي. والله. بقول لك ايه، احنا لما نخلص الموضوع ده كله نعمل حفله بقى كبيره قوي، ونكتب هنا على باب الفيلا حلمي. حلمي ايه؟ حلمي ابو ضيف يا كيتي. حلمي ابو ضيف. حلمي سيد ابو ضيف. السيد ده يبقى جوزي يا كيتي، الله يرحمه. الله يرحمه يا خالتي. طب ياما انت وكيتي ادخلوا جوه عشان انا عايز يحيى باشا في كلمتين. متشكرين قوي يا ابني. على راسي يا امي، على راسي. الله يخليك. يلا يا بنتي. خير يا واد؟ في ايه؟ عايز فلوس؟ لا يا باشا، انا عايز حضرتك تبطل ترامادول. طب الحمد لله على السلامه يا حلمي، همشي انا بقى قبل ما اتلخبط وتضايقني تاني. انت اضرب حالك يا باشا، بس انا عايز اقول لك انها فرطت منك جامد، هربت. زمان يا باشا انت كنت بتاخد شريط كل فين وفين، دلوقتي بقيت بتاخد شريط كل يوم، وده معناه مش حلو. انا مش عايز افول على حضرتك، بس يا باشا لو ملحقتش نفسك دلوقتي هتدوس عليك ومحدش فينا هيقدر يلحقك. ماشي ماشي سرين. حاجة كمان يا باشا، انا مش هبيع ترامادول تاني، أنا هركز بقى في كليتي ومستقبلي وأزق شوية في الأفراح مع كيتي، لكن ترامادول تاني يا باشا أنا مش هبيع. وأنت فاكر يا واد إن أنا لو عاوز هتقفل عليك؟ هتقف؟ في مليون ألف واحد يجيب لي وبيت تليفون. عموما ربنا يوفقك وربنا معاك. يلا الحمد لله على سلامتك يا سارينا. الله يسلمك يا باشا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.
هكون عاملة إيه يعني يا ياسر؟ بايتة في الشوارع، طول الوقت بلف في الشوارع، الناس بتتعامل معي على إني شحات، والأطفال بيتعاملوا معي على إني مجنونة، وأول ما بيشوفوني بيطلعوا يجروا من قدامي، بس أنا بجري وراهم مش بسيبهم، بقول يمكن ألاقي ولادي في وسطهم. ولادي وحشوني قوي يا ياسر. ده أنت اللي وحشتيني قوي 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 يا أماني. ما أنت مش بتدور عليا يا ياسر. أنا؟ ما بدورش عليكي؟ طب بص صورك أنا معلقها في كل. في إيه يا بني آدم؟ حد يخش كده؟ ما أنت شايف معايا حالة؟ حالة إيه يا حضرتك؟ ما حضرتك واقف لوحدك. وبعدين لما مؤاخذة العينين كتير بره. ماشيهم ماشيهم، ماشي العينين كلهم، ماشيهم، مش عايز أشوف حد ولا عايز أشوف وشك. يلا امشي أنت كمان، امشي. امتى هقدر عليك؟ امتى بقى؟ ما هو يتموتني وتخلصني يا موتك. بس انت جبان مستخبي مني طول الوقت، ايه خايف تواجهني؟ خايف تطلعلي وانا صاحي؟ مش هسيبك ابدا تاخدني وانا نايم. انا عارف انك مستني اللحظه دي بفارغ الصبر، بس انا مش هنولها لك. انسى. خايفه عليك قوي يا يحيى، خايفه لتحقق كلامك، مش عارفه هعمل ايه من غيرك. نفسي اخلف منك قوي، لازم يا يحيى. انا مش هسكت، مش هسيبك تروح مني ابدا. هرمي الحبوب اللي انت بتشربها، مش هستسلم، مش هسيبك تعمل اللي في دماغك ابدا يا يحيى. نفسي انام جنبك يا نسمة، بس خايف. نفسي اخدك في حضني واتدفى بحنانك واطمن واطمنك واغمض عيني وانا مش خايف وانا يا ساعتها بس ممكن أحس بطعم الراحة. بس أنا لو عملت كده ممكن ما يطلعش عليا النهار، ممكن ما أشوفكيش تاني. حتى لو غلبني النوم مش هسيبك، هحلم بيك يا يحيى. أنا معاك يا يحيى. خايف قوي يا نسمة، خايف الموت يفرقنا ولا مقدرش أعيش من غيرك. خايف خايف قوي.